مفيش اجمل من الفرحه بعد المكسب ده اكيد. طيب رحنا الحقيقه بكاميراتنا الى قريه شبراتو ببسيون وهي مسقط راس احمد المحمدي نشوف عمله ايه. اهلا بكم وحضرتك والاستاذ مدحت شلبي ومشرفين في شبراتو. نحكي لنا الاول عن بدايه احمد المحمدي هنا يعني في مركز شباب شبراتو. والله هو احمد المحمدي لعب في البدايه يعني هنا بس فتره قصيره يعني، وبعدين اتنقل على نادي غزل المحله في الاشبال، وهو بمجهوده بتمريناته كده ده اللي وصله اللي هو فيه دلوقتي. يعني شايف انه احمد المحمدي استفاد من تجربته كبدايه هنا ولا كان في بعض توجيه من حضراتكم له بصفه شخصيه؟ والله هو التوجيه الاساسي كان من والده، لان والده له نظره في الحاجات دي، وكان لاعب برضه كان في الفتره اللي هو كان فيها كان بيلعب برضه بيلعب في نفس المركز اللي بيلعب فيه احمد دلوقتي، فهو ده اللي يعني دفعه انه لما شاف احمد فيه عنده الموهبه هو اللي خده وجرب بيه وراح بيه المحله واتمسك ان يستمر معاه. يعني بقول له ربنا يقويك وانت كده رفعت راسنا وانت مشرف وربنا يزيدك كمان اكتر. يعني والله الكابتن احمد المحمدي طبعا منذ الصغر وهو موجود في مركز شباب شبراتو، وكان بيلعب مع زمايله يعني لحد سن 14 سنه، وبعد كده يعني كان والده بيشجعه تشجيع كبير جدا على انه يعني يلعب في نوادي ثانيه، وهو خده وراح بيه غزل المحله وربنا وفقه ومنه الانبي وبعد كده الاحتراف الخارجي، وهو النهارده مشرف كل المصريين في الست الانجليزي. بتمنى الاول ان ربنا يوفقه الاول وياخده كاس انجلترا، وبعد كده عايز اقول له بس يعني منين ما يجي كده مركز شباب شبراتو يشوف زمايله ويقعد معانا ونعيش حياه جميله كده يعني عشان نحتفل بيه. احمد من الناس الممتازين، هو الاول قريبي وابن بلدي، وبعدين هو مشرفنا يعني، وبعدين هو كفايه ان هو لعب مشاركه 38 مباراه في الدوري الاوروبي، والحمد لله يعني ان شاء الله هيبقى كويس وهيدي لبلده اكتر من كده ان شاء الله. احمد مشرفنا ورفع راسنا في انجلترا، وطبعا احنا سعداء بان هو بيمثل بلدنا بره بطريقه مشرفه. مدرس احمد المحمدي الاول احمد بقى عشان ما كابتن مدحت ما بيفوتش كابتن يعني قول له بقى اذا كان احمد المحمدي تلميذ ناجح ولا شاطر، قول من غير ما ممتاز. والله كان استاذ يعني طالب مطيع ومحترم، وبدليل ان هو نجح في مشواره في كره القدم وبيمثل مصر بطريقه مشرفه. احنا طول عمرنا ان شايفين احمد من صغره، حتى كان بيلعب في فريق المدرسه، كان بيلعب في فريق المدرسه عندنا هنا، واحنا شايفينه من صغره ان هو فيه يعني ايه في لمحه فنيه للكوره، وعارف يعني توقعنا له ان هو هيطلع لعيب، وفعلا ربنا وفقه وطلع لعيب ممتاز يعني. ده شرف عظيم ان احنا نتكلم عن احمد، لانه لعيب دولي ولعيب في المنتخب المصري، واحمد في شبابه وهو صغير كنا محتضنينه في مركز شباب، حتى وصل للان مدرسه الرياضه بنادي المحله الكبيره، وكان اللي محتضنه الكابتن خورشيد، وطبعا الحاجات دي كلها فضلنا وراه ووالده كافح معاه حقيقي. محترم، ابوه طيب وامه طيبه وكلهم طيبين وعيلته طيبه ونسله طيب يعني، وراجل محترم يعني ما عملش في البلد حاجه. طبعا يا ابن احمد محمدي ابن البلد ابن البلد طبعا. اه طب بص للكابتن مدحت شلبي بقى، عايزك توجه رساله لاحمد محمد النهارده تقول له ايه؟ اقول له ربنا يجيبك لابوك بالسلام. ويعينه طبعا ويعينه وغربته فين وغربته. ده متربي هنا متربي قدامنا هنا. احكي لنا عن موقف كده معين تفتكريه لاحمد ولا حاجه. يعني كان بيلعب هنا في الشارع، كان بيلعب مع شباب البلد كله. قبل ما يروح المحله كان بيجروا هنا، وبعدين ربنا كرمه وراح المنتخب. هو كان بيحب ابو تريكه. ابو تريكه كان بيحبه. كان مثله يعني الوحيد ابو تريكه. بس هو كان اهلاوي يعني. كان اهلاوي. يعني احمد بقى كان بيكلمك عن طموحه انه يبقى لعيب كوره، وكان حاسس انه هيبقى لعيب كوره كبير. كان بيقول ربنا يكرمني واعمل البلد دي حاجه وكده يعني، وكان بيقعد معانا ويضحك معانا، وصاحب الصغير وصاحب الكبير، وكلم ده الصغير وكلم الكبير برضه ماشي، كان محترم معانا وشاب مؤدب كويس يعني معانا احمد يعني.
احكي لي بس عن احمد في على يعني اطار الاسره بقى، يعني اكيد انت خاله ولامس فيه حاجات كتير جدا. هو احمد شاب ذو خلق وكلنا بنحبه، هو بيحب اصغر واحد لاكبر واحد في العيله كلها، وكلنا بنشرف بيه والكل مبسوط النهارده ان شاء الله انه هيلعب في نهائي كاس انجلترا ان شاء الله. اكيد انت طبعا بيدور ما بينك وبينه اتصالات في خلال الفتره اللي فاتت، يعني كان بيحكي لك عن رغبته في الانتقال او ترك هال سيتي او الحاجه، من انت ما اتكلمتش معاه بامور تفاصيل مستقبله ان شاء الله في انجلترا؟ لا والله هو دي حاجه اضرب بيها، لانه طبعا هناك الجو والوضع بالنسبه له كلاعب هناك هو اضرب مننا، لان هي موضوع برضو احترف في الخارج دي طبعا حاجه متعبه بالنسبه له، بس هو يعني حاجه بالنسبه له ان هو احسن برضو مننا في الوقت الحالي. على ما البلد هتستقر ان شاء الله هينزل باذن الله يلعب، هو عايز يلعب هنا في مصر ان شاء الله باذن الله. كابتن احمد محمد يعتبر مثال لنا في القريه يعني، واحنا متشرفين بيه ومصر بحالها متشرفه بيه، وانه طبعا احنا فرحانين ومبسوطين ان هو يعني شغال يعني مثلا على اساس ان هو في النادي الانجليزي هال سيتي، وهال سيتي طبعا نادي برضه طبعا كان درجه يعني قبل كده. المهم الكابتن احمد محمد يعني رفع النادي لفوق. هذا البرد